السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. أعلنت نوكيا اليوم على جهاز جديد يأتينا من الفئة الاقتصادية بمواصفات لم نعتد أن نراها في هذه الفئة. سنتعرف معا في هذا الفيديو على نوكيا 1.4، جهاز ممتاز جدا. لكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالفيديو بالنقر على الزر لايك. إذا كان لديك أي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات. أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا لا تضيع هذه الفرصة، اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابع لآخر الأخبار والتطورات التكنولوجية أولا بأول. بداية مع الشاشة، يأتينا النوكيا 1.4 مع شاشة كبيرة بحجم 6.52 إنش وبنسبة استحواذ 80.4%. الشاشة هنا من نوع IPS LCD، كما تأتينا مع ريفرش ريت 60 هرتز. ظهر الجهاز مصنوع من البلاستيك والفريم مصنوع من البلاستيك. كما نجد في الظهر دائرة فيها كاميرتين خلفية وفلاش LED. الكاميرا الأساسية تأتينا بدقة 8 ميجا بيكسل، والكاميرا الثانية كاميرا ماكرو تأتينا بدقة 2 ميجا بيكسل. بالنسبة لكاميرا السيلفي، الجهاز يأتينا مع كاميرا أمامية فقط تأتينا بدقة 5 ميجا بيكسل. بالنسبة للمعالج، النوكيا 1.4 يأتينا مع معالج جيد بالنسبة لهذه الفئة السعرية، الكوالكوم سناب دراجون 215 بتقنية 28 نانومتر. معالج جيد بالنسبة لهذه الفئة السعرية. كما يأتينا الجهاز مع أندرويد 10، كما سيصله تحديث إلى الأندرويد 11. بالنسبة للبطارية، هنا الجهاز يأتينا مع بطارية بحجم 4000 ملي أمبير، بطارية ممتازة. كما يأتينا الجهاز مع مايكرو USB، يأتينا مع لاود سبيكر عادية ويدعم مدخل 3.5 ملي للهيدفون جاك. بالنسبة للنسخ، سيتوفر النوكيا 1.4 بثلاث نسخ. النسخة الأولى تأتينا مع 16 جيجا للمساحة الداخلية وجيجا فقط للرام. النسخة الثانية تأتينا مع 32 جيجا للمساحة الداخلية و2 جيجا للرام. أما النسخة الثالثة فتأتينا مع 64 جيجا للمساحة الداخلية و3 جيجا للرام. كذلك الجهاز يدعم مدخل للـ SD كارد، يعني بإمكانك إضافة مساحة داخلية. وسيتوفر بثلاث ألوان، ألف جورد والشوكورال والداسك. ويبدأ سعر الجهاز من 99 يورو، ما يعادل 110 دولار مع النسخة الأقل. سعر ممتاز مقابل ما يقدمه هذا الجهاز. أصدقائي، وصلنا إلى ختام الفيديو. كان هذا كل ما يخص نوكيا 1.4، جهاز جيد جدا في الفئة الاقتصادية. أشكركم على المتابعة، أتمنى أنكم استفدتم وأن الفيديو أعجبكم. وفي النهاية لا تنسوا الإعجاب بالنقر على الزر لايك، سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في فيديو قادم، إلى اللقاء وشكرا.